إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة شاب قناة شوف تي في أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة بني ملال. سبحان الله العظيم وبحمده نسبح بطبيعة الحال. حرارة مفرطة وأجواء صيفية في فصل الشتاء. اليوم وفي هذه الساعة في هذه الأثناء في هذه اللحظات، يعني بعد الساعة 6:00 11 دقيقة بالضبط، فدرجة حرارة لا تتعدى 24 درجة مئوية تسجل الآن، لكن حرارة مفرطة جدا هنا متابعينا مشاهدنا الكرام بجوهرة وعروس الأطلس المتوسط مدينة بني ملال. تعرف حرارة مفرطة وكأننا يعني أجواء صيفي بعد زوال اليوم، ابتداء من الواحدة زوالا بعد الواحدة زوالا، وهي حرارة مفرطة تسجل. الله يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا، دائما نطلب الرحمة والمغفرة في الدنيا قبل الآخرة. متابعينا ومشاهدنا الكرام، هذه الأجواء العامة هنا في الساعة 6:00 كما قلت، حرارة مفرطة. لأن متابعينا مشاهدنا الكرام، يعني كما قلت 24 درجة مئوية فقط هي المسجلة، ولكن مع حرارة مفرطة جدا هنا. إذا متابعي قناة شاب قناة شوف تي في، هذه الأجواء العامة، أجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من الطريقة المؤدية إلى أحياء بوعشوش وشارع بورقية بالضبط. مشاهدنا الكرام، إذن هذه الأجواء العامة متابعينا مشاهدنا الكرام هنا بعروس وجوهرات الأطلس المتوسط. مدينة بني ملال تشهد حرارة مفرطة في 6:00 بعد الساعة 6:00، أجواء حارة هنا. إذن متابعينا مشاهدنا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. تحياتي أخوكم طارق، دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.